من أعظم الوفاء الذي ينبغي أن يتصف به المرء الوفاء مع الله عز وجل، الله، بالإتيان بواجباته وترك ما ينهى الله عز وجل عنه. الأمر الآخر الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوفاء مع النبي بنشر سنته صلى الله عليه وسلم، بذكره عندما يصلى عليه، بيان فضل هذا النبي على هذه الأمة، الأخذ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء الخلقية والخلقية. لكن من كان وفيا مع الله عز وجل فهو بالتالي وفيا مع الخلق أكيد. فأنت احرص أن تكون وفيا مع الله.